يمكن أن يكون البعوض مستودعاً للأمراض، ينقل الفيروس من خلال لدغه لشخص أو حيوان مصاب، وعند قيامه بلدغ آخر ينقل له الفيروس العديد من الأمراض الخطيرة، ومنها الملاريا، حمى الضنك. تظهر بعض العلامات مكان لسعة البعوضة كبثور أو ورم لونه مائل للإحمرار، يسبب حكة، وقد يظهر بشكل فوري على الجلد، أو ربما يستغرق فترة تصل إلى يومين ليظهر. ومن أعراض الإصابة الأكثر خطورة الحمى، صداع شديد، التغيرات العصبية مثل ضعف التناسق العضلي، آلام في الجسم، غثيان، قيء، تورم الغدد، الطفح، خمول، ارتباك، حساسية للضوء. للوقاية من لدغات البعوض يجب اتخاذ خطوات لمكافحة البعوض وتجنب التعرض للدغة: استخدام المبيدات الطاردة للحشرات، ارتداء ملابس تقي الجسم كله، إغلاق النوافذ والأبواب غير المزودة بالشبك الواقي، التخلص من المياه المتجمعة التي يتكاثر فيها البعوض، تجنب الخروج خلال ساعات الصباح الباكر والمساء وهي أوقات ينشط فيها البعوض، علاج موضعي بدهن الجلد بمرطب لمنع الحكة، وعلاج بأخذ مضادات من أجل فاعلية أقوى، مع ملاحظة أن التشخيص المبكر يخفف من حدة المرض ويساعد في سرعة علاجه.